Thank you.
الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد أكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام وتأكلون التراب
Thank you.